أنا محمد حلاق من إدلب المدينة عايش فيها عمري 26 سنة معي شلل طرفين سفليين من الولادة اجت جمعية الأمة الخيرية الله يجزيهم الخير يا رب عطتني هالكرسي الكهرباء بيساعدني بتنقلاتي ضمن منطقتي يعني وإذا اشتغلت أو إذا فتحت مصلحة معينة يعني شاب مثل حكايتي أو مثل عمري بحاجة إنه يكون منطلق على الحياة بمساعدة هالكرسي الله يعطيهم ألف عافية يا رب